بسم الله الرحمن الرحيم. صفحات من السيرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتأمل. الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله. أخلاقه. كانت أخلاقه سجية يتعبد لله تعالى بها. وإنك لعلى خلق عظيم. كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم. قدوة. كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا. حب. فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر. رسول لنور يستضاء به. صفحات من السيرة، إعداد وتقديم الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، وفي الحقيقة إنني مسرور جدا بهذا اللقاء المتجدد، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. تكلمنا في حلقات ماضية حول شيء من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء، رجلا أحسن منه لهجة ولا ألطف منه خلقا ولا أعبد منه لربه جل جلاله. كان له صلى الله عليه وسلم فنون في التعامل مع الناس، كانت أخلاقه رائعة معهم، كان يكسبهم بحسن تعامله وتصرفه معهم، حتى مع الصغار كان عليه الصلاة والسلام له خلق عظيم. أنس بن مالك كان له أخ صغير، وكان له طير يلعب به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح هذا الصغير ويكنيه بأبي عمير، فكان هذا الصغير يلعب بهذا العصفور دون أن يؤذيه. ففي يوم من الأيام مات العصفور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بأبي عمير ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فيقول: مات يا رسول الله. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويتلطف معه، ثم يعيد عليه: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فيقول: مات يا رسول الله، ويضاحكه لأجل أن يسل ما في قلبه من حزن. كان صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار، يسلم على صبيانهم، يمسح على رؤوسهم، كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه، كان يعطف على الصغار يلاعبهم، كان يلاعب زينب بنت أم سلمة، وكان يقول: يا زوينب يا زوينب مرارا، ويلعبها بين يديه. وكان إذا مر على الصبيان يلعبون سلم عليهم. بعضنا الآن لو مر على الصبيان وقال السلام عليكم ثم أقبل يصافحهم واحدا واحدا، لعل بعض الناس لو رآه على هذا الحال لشك في عقله وقال: كيف أنت رجل كبير وبهذا السن وهؤلاء في عمر أحفادك وفي الشارع وتقطع نفسك لأجل أن تسلم عليهم وتصافحهم؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان مع هذا ضحوكا مزوحا مع الناس، يدخل السرور إلى قلوبهم، كان خفيفا على النفوس، لا يمل أحد من مجالسته. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب منه أن يحمله على الدابة، فقال عليه الصلاة والسلام: إني حاملك على ولد ناقة. فقال الرجل: وما أصنع بولد الناقة؟ ظن ذلك الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يحمله على جزور، يعني على بعير صغير جدا حديث الولادة، فتعجب، ظن أنه صلى الله عليه وسلم يستهزئ به: كيف تحملني على ولد ناقة وأنا رجل كبير وأريد أن يعني أن تحملني حملا حقيقيا لأجل أن أذهب إلى سفر أو إلى جهاد، وأنت تقول أحملك على ولد ناقة؟ مثلا لما يأتيك شخص ويقول لك: يا أخي أنا جائع، فتلتفت ثم تعطيه مثلا قطعة حلوى في يدك وتقول له: خلاص خذ هذه تغدى عليها، يضحك عليك وقد يعجب ويظن أنك تستهزئ به، يقول: يا أخي أتغدى على هذه؟ فتقول له: لا يا أخي، أنا أقصد أن هذه حلى فقط، هذه مقبلات، ثم يأتيك الطعام الحقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك، أقبل عليه ذلك الرجل: احملني، قال: إني حاملك على ولد ناقة. فذلك الرجل المسكين تعجب ووقع في نفسه شيء، قال: ولد ناقة؟ يا رسول الله، وما أصنع بولد الناقة؟ أركب على ولد ناقة وأنا رجل كبير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني أصلا نعم هو ولد ناقة، سواء البعير كان كبيرا أو صغيرا، من التي ولدته؟ ولدته ناقة، حتى لو كان عمر البعير 5 سنوات وكبير جدا، فإن التي ولدته هي ناقة، فأنا ما لعبت بك، إنما أقول لك سأحملك على ولد ناقة لكنه بعير كبير.
فكان يمازحه. وعن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: يا ذا الأذنين يا ذا الأذنين، يمازحه. وفي يوم أقبلت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من زوجها، كان بينها وبين زوجها خصومة، فأقبلت تشتكيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لها: زوجك الذي في عينه بياض، في عينه بياض، ظنت المرأة في عينه بياض يعني أن الرجل أعمى، كما قال الله تعالى عن يعقوب: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني أنه أصابه العمى. قالت: في عينه بياض، زوجي في عينه بياض، وأخذت تنتفض وخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي في خصومة بينها وبين زوجها، خرجت إلى زوجها حتى إذا وصلت إليه دخلت البيت وجعلت تفتح عينيه وتنظر فيهما. قال: ما بالك يا امرأة؟ قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في عينك بياض. فقال: نعم، أما أخبرك أيضا أن بياضها أكثر من سوادها؟ يا امرأة، هل هناك أحد عينه ما فيها بياض وسواد؟ كل الناس في عينهم بياض. ففهم هذا الرجل مزحة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام ليس فقط يمازح الناس يعني الأغراب عنه، إنما كان يمازح حتى أهله. جلس صلى الله عليه وسلم مع عائشة يوما فقال لها: يا عائشة، إني لأعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت غضبانة. قالت: كيف تعلم؟ قال: إذا كنت راضية عني وأردت أن تحلفي قلت: لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غضبانة علي وأردت أن تحلفي قلت: لا ورب إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قالت: نعم، صدقت يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك، يعني أنا لما أخاصمك وأجد في نفسي عليك أنا لا أستطيع أن أقاطعك، لا أصبر على مقاطعتك، إنما أقاطع اسمك فقط ألا أقوله بلساني. فكان يمازح الناس، كان يضاحكهم، كان يتلطف معهم، بل كان من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه إذا مازحه أحد تفاعل معه وضحك وتبسم. دخل عليه عمر يوما وهو صلى الله عليه وسلم غضبان على نسائه، كانت نساؤه صلى الله عليه وسلم يعطيهن نفقة، فطلبنا منه مرة أن يزيد لهن في النفقة من غير أن يكن يحتجن هذه الزيادة، إنما للتوسيع على النفس فقط. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أعطيكن يكفيكن، لكنهن اتفقنا على ذلك وأخذنا يطالبنه به حتى غاضبهن صلى الله عليه وسلم، وصلى الفجر بأصحابه، ثم قعد صلى الله عليه وسلم في بيت لا يريد أن يقابل أحدا. دخل عليه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أول ما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم متغير وغضبان غضبا شديدا ولا يريد أن يقابل أحدا، حتى إن عمر مرارا لما أراد أن يدخل عليه صلى الله عليه وسلم لم يستطع، فكان يأتي إلى الغلام الذي عند الباب يقول له: استأذن لعمر، استأذن لعمر. فيدخل الغلام: يا رسول الله، هذا عمر بالباب. فلا يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، ما يريد أن يقابل أحدا. فيخرج الغلام: يا عمر، قد ذكرتك له فما قال شيئا، ما أستطيع أن أدخلك. يذهب عمر، ثم يعود عمر مرة أخرى: يا غلام، قل له عمر بالباب. فيذهب الغلام: يا رسول الله، هذا عمر بالباب. فلا يرد صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، ثم يخرج. حتى إذا تكرر هذا مرارا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فدخل عمر عليه. انظر إلى الموقف وتصوره الآن. النبي صلى الله عليه وسلم حزين وغضبان وعلى فراش جالس لا يريد أن يقابل أحدا من الناس. دخل عليه عمر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الحال. يعلم عمر أن سبب حزنه هو مغاضبته لنسائه. يقول عمر: أول ما دخلت قلت في نفسي لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ عمر يقول ما دام أنه ضائق الصدر، متغير النفس، حزين، غضبان، أنا سوف أحاول أن أضحكه الآن. أقبل قال: يا رسول الله، ما رد عليه، كان غضبانا. قال: يا رسول الله، لو رأيتنا وكنا معشر قريش نغلب النساء في مكة. لما كنا في مكة يا رسول الله مع نسائنا قبل أن نهاجر إلى المدينة كنا نغلب النساء، فكنا إذا سألت أحدنا امرأته نفقة، إذا واحد منا قالت لزوجته أعطني فلوس زيادة قام إليها فوجأ عنقها، قام وكسر عنقها حتى تتأدب. طبعا لا يعني الكسر أنها تموت،
إنما يقصد أنه ضربها أو نحو ذلك. يقول: فلما قدمنا المدينة يا رسول الله فإذا قوم تغلبهم نساؤهم، فصارت نساؤنا تتعلم من نسائهم، فالآن امرأتي هي التي قد تجأ عنقي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم، ثم زاد عمر الكلام، قال: يا رسول الله، أما لو رأيتني وقد دخلت بالأمس على حفصة، حفصة ابنة عمر وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يريد أن يورد هذا الخبر الآخر لأجل أن يوسع صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن يبين له أننا في صفك يا رسول الله، يعني حتى لو كنت أنا يعني والد الزوجة التي تخاصمت معك إلا أنني في صفك لست في صفها. قال: يا رسول الله، أما لو رأيتني قد دخلت بالأمس على حفصة وقلت لها: لا يغرنك أن جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة، فوالله لئن طلقك لا كلمتك أبدا. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كلاما حول هذا، فازداد تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى عمر. طيب، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تفاعل مع عمر، ضحك وتبسم لما قال عمر كلاما يقصد به أن يضحكه. يعني ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هذا وقته، هذا وقت أن تقول لي يعني طرائف وتريد أن تضحكني، هذا وقته، أنت ما تعرف كيف تختار الوقت المناسب. لا لا لا، ما قال له هذا الكلام أبدا، إنما تبسم صلى الله عليه وسلم وقبل ما عند عمر. تقرأ في عدد من الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم تبسم حتى بدت نواجذه. إذن كان لطيف المعشر، كان أنيس المجلس، كان يضاحك الناس، يصبر على أذاهم، يتلطف في معاملتهم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم جافا غليظا عندما يتعامل مع الآخرين. الآن يا جماعة، بعض الناس إذا جلس في مجلس تجد أن بعض الإخوة يريد مثلا أن يضحكه، فيذكر له موقفا طريفا وقع له في بر أو بحر، أو وقع مع بعض أولاده أو زوجه، ويقصد إضحاك أخيه هذا الذي أمامه، أو إضحاك من في المجلس. ثم تجد بعض الناس إذا سمع هذه الطرفة ظل واجما عابسا، لا يمكن أن تتحرك له شفه ولا يبين له سن، إنما ينظر إليه شزرا وكأنه قد سبه أو لعنه. يا أخي الكريم، ما يمنعك من أن تتبسم، وأنت بهذا التبسم تدخل السرور على قلب أخيك المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله ثلاثة، أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. إذن مسألة إدخال السرور على الآخرين هي أمر حسن أيها الإخوة والأخوات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلطف مع الناس إلى غاية هذا التلطف. ما أجمل أن تكون أنت متفاعلا أيضا مع الناس. يعني إذا جلست في مجلس أو كنت في سيارة مع أحدهم ثم قال طرفة يريد إضحاكك أو نحو ذلك، أو علق تعليقا أحيانا على بعض المواقف يريد يعني إدخال السرور على من حوله، لا يمنع من أن تتبسم وتضحك مثلا وأنت تنظر إليه، وتبين له بأنه يعني لطيف المعشر، أنه خفيف الدم، خفيف الظل. ما الذي يمنعك من أن تفعل مثل ذلك حتى يكون هذا الرجل يعني لك محبا مغليا، يفرح بمجالستك، يستلطفك عندما تجلس معه أو تسافر معه أو نحو ذلك. أنا أعني بهذا أن مثل هذه الأخلاق فعلا لو طبقناها حتى مع أولادنا، مع نسائنا، لأفلحنا. كان النبي عليه الصلاة والسلام بساما، كان كريما، وكانت أخلاقه هذه سجية يتعبد لله تعالى بها، كما يتعبد بصلاة الضحى وقيام الليل. كان يحتسب ابتسامته قربة، ورفقه عبادة، وعفوه ولينه حسنات. إن من اعتبر حسن الخلق عبادة أيها الإخوة والأخوات تحلى بها في جميع أحواله، في سلمه وحربه، وجوعه وشبعه، وصحته ومرضه، بل وفرحه وحزنه. نعم، كم من الناس اليوم تجد أنه ثقيل في مجالسته، سيء الخلق، ضيق الصدر، عابس الوجه، تجد أنه صخاب، لعان، بخيل، منان،
ومع ذلك يريد من الناس أن يحبوه، أن يتقربوا إليه، أن يستلطفوا مجالسته، ينتقد، يقول لماذا فلان لما دعا بعض زملائنا إلى عشاء لم يدعني معهم، لماذا لما أرادوا أن يخرجوا في رحلة نزهة إلى البر لم يتصلوا بي ويخبروني ويدعوني إلى أن أرافقهم، لماذا فلان لما دعوتهم أنا إلى العشاء رفضوا ولما دعاهم فلان الآخر استجابوا، لماذا فلان تكثر الهدايا عنده والناس يحبونه ويعطونه هدايا وأنا لا يعطيني أحد شيئا، لماذا فلان سعيد مع زوجته أولاده يحبونه وأنا على خلاف ذلك لست سعيدا، أولادي لا يحبون مجالستي يستثقلون الجلوس معي. نقول يا أخي الكريم يداك أوكتا وفوك نفخ، يعني أنت السبب في مثل هذا، داؤك فيك وما تشعر ودواؤك منك ولا تبصر، يعني لو أنك انتبهت إلى شيء من فنون التعامل، من التلطف، من الكرم، من التبسم، من جميل المعاشرة مع الناس، من تحمل أخطائهم، من حسن الخلق معهم، تحتسب هذا قربه إلى رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة صائم النهار قائم الليل. فكان عليه الصلاة والسلام يحرص على مثل هذا لأنه يعلم أن العبد يرتفع به درجات. وفي الحديث أنه ذكر له صلى الله عليه وسلم حال امرأة وذكر من صلاتها وصيامها وقيامها، قالوا يا رسول الله هذه امرأة عابدة صالحة غير أنها يا رسول الله تؤذي جيرانها بلسانها، يعني يا رسول الله هي سيئة الخلق لكن ما في أحسن من عبادتها. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام هي في النار، هي في النار. لاحظ كيف أفسد سوء الخلق أعمالها من قيام وصيام ونحو ذلك، وكيف رفع حسن الخلق درجات أقوام حتى بلغهم درجات الصائمين القائمين. فالله الله أيها الإخوة والأخوات بالعناية بهذا لأجل أن يكون لك مكان في قلوب الناس. أسأل الله تعالى أن يهديني وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.